السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم الجزء الأول من تصحيح مباراة كلية الطب والصيدلة بفاس سنة 2016، جزء الفيزياء. لأن ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم دائما جديد ديال التصحيح ديال المباريات السابقة. لأن على بركة الله. لأن سؤال 17، طاقة ضربة لذرات الزئبق تساوي 1581 كيلو إلكترون فولت. نعطينا كتلة البروتون وكتلة النوترون، سرعة الضوء في الفراغ وتحويل من الإلكترون فولت للجول. المطلوب هنا هو كتلة الزئبق. إذا كنعرفو حنا بأن طاقة الربط تساوي هي زد كتلة البروتونات زائد أ ناقص زد كتلة النوترونات ناقص كتلة نواة، الشيء الكل مضروب في سي أو كار. إذا عندنا من هاد العلاقة يمكن نجبدو كتلة النواة، هي 80 ام بي زائد 197 ناقص 80 ام ان الكل ناقص او ال على سي او كاري. اذا ما علينا الا نقوم بانجاز عمليه الضرب. وهذه عندنا هنايا 1521 يمكن نحولوها لتسعود في 169، نحولوا هادشي للجول. دونك واحد ميجا الكترون فولت هو 1.6 × 10 ناقص 13 جول، وبالتالي هنايا هاد 80 في 1.67 26 كتعطينا 133 تقريبا فاصلة 8. انا فقط درت حساب تقريبي. كذلك هنايا 117 في 1.97 49 كذلك كيعطيك تقريبا 195.96. هادشي كلشي الكل اس ناقص 27. اذا هنا غادي نختزلو بتسعود. هنايا 10 و16 الى طلعت الفوق غتولي 10 أس ناقص 29، وغادي نديرو هاد الجداء واحد فاصلة يعني 169 واحد فاصلة 6 بطبيعة الحال علامة. دونك المجموع ديال هاد الكتلتين فهو 329.77 تقريبا، والجداء ديال 169 فاصلة في 1.6 هي تقريبا 270.4. لأن إلا درنا هاد الفرق هذا، هادي هنايا 270 هي 2.7 × 10 أس ناقص 27، دونك إلا نقصنا منها هي 227 تقريبا فاصلة 7، اللي هي إلا جينا نقارنها مع هاد الكوتا اللي عطاونا فهي تقريبا هي 327.07 × 10 أس ناقص 27 كيلوغرام، وبالتالي الجواب الصحيح هو أ. سؤال 18، يعتبر اليورانيوم عنصرا إشعاعيا فبعد سلسلة من التفتتات من نوع ألفا وبيتا مو يتحول إلى نواة الرصاص مستقرة. دونك عدد التفتتات من نوع الفا وبيتا مو لازم للتحول هو اذا عندنا معادلة التحول يمكن نكتبوها على هذا الشكل هذا. دونك عندنا اكس الفا و ايكغيك بيتا مو. دونك يعني قانون الحفاظ يمكننا من استخراج قيمة اكس و ايكغيك. اذا عندنا 238 هي 206 زائد 4 اكس طبعا الحال زائد 0 ايكغيك اللي هي كتبقى صفر، تعطينا بأن إكس هي 238 ناقص 206 على 4 اللي هي 8. نفس الشيء عندنا 92 كتساوي 82 زائد 2 إكس ناقص إيكغيك، عندنا إكس هي 8 دونك غتبقى لنا إيكغيك هي 6، وبالتالي الجواب الصحيح هنايا هو أ، يعني 8 ألفا و 6 بيتا موا. لأن السؤال 19، لأن لوف خيط غير قابل لامتداد كتلته مهملة حول أسطوانة كتلتها إم وشعاعها آر مثبت بالطرف الاخر للخيط جسم صلب اس له نفس كتله الاسطوانه. نطلق جسم اس بدون سرعه بدئيه فيتجه نحو الاسفل بينما الاسطوانه فتدور حول محور دلتا بمركز قصورها نعمل كل الاحتكاكات. عطينا التعبير ديال جي دلتا، القيمه ديال الكتله ام، قيمه ديال الشعاع و جي، القيمه ديالها هي 10 متر بار سكوند كار. المطلوب هنا هو قيمه التسارع الزاوي لجسم الصلب. إذن هنايا غادي نقومو بتطبيق القانون الثاني نيوتن على جسم اس وقانون العلاقة الأساسية للتحريك على أسطوانة كمجموعتين مدروستين. إذن عندنا بالنسبة للأسطوانة عندنا القوى اللي كتخضع عليها هي توتر الخيط، الوزن ديالها، ومحور تأثير ديال محور الدوران. بالنسبة للعزم ديال محور الدوران مع الوزن ديال الجسم، العزم ديال الوزن فهو منعدمين، كيبقى لنا فقط العزم ديال توتر الخيط كيساوي جي دلتا توتال دو بوان. بالنسبة لجسم اس فعندنا مجموع القوى اللي هي تي و بي كيساوي ام فوا التسارع. دونك عندنا بالنسبة لشدة توتر الخيط فهي كتبقى ثابتة ما بين جسم اس والاسطوانة، وبالتالي تي بريم كتساوي تي.
إذا عندنا العزم هو تي فوا ان كيساوي جي دلتا فوا تيتا دو بوان. بالنسبة للجسم اس عندنا ناقص تي زائد بي كيساوي ام ا، و ا هي ان فوا تيتا دو بوان. إذا هنايا يمكن نجبدو التعبير ديال تي اللي هي جي دلتا فوا تيتا دو بوان على ان، ونعوضوها في القانون الثاني نيوتن على جسم اس. دونك غادي نعوضو ناقص جي دلتا فوا تيتا دو بوان على ان زائد ام جي كتساوي ام ار تيتا دو بوان. نقدروا هنايا نضربوا في كل شيء في ار، وتبقى لنا جي ديلتا اللي هي واحد على جوج ام ار كاري تيتا دو بوان زائد ام جي ار كتساوي ام ار كاري تيتا دو بوان. نختزلوا كذلك بالكتله، وتبقى لنا ناقص واحد على جوج ام ار كاري تيتا دو بوان زائد جي ار كتساوي ار كاري تيتا دو بوان. دونك نعملو انو كندوزو هاد الطرف الثاني، وتبقى لنا هي تيتا دو بوان. نعملو بها عامل لي ار كاري زائد واحد على جوج ار كاري اللي هي ثلاثة على جوج ار كاري. كالي تيتا دو بوان هي جي ار على ثلاثة على جوج ار كاري كتساوي هي جوج على ثلاثة فوا جي على ار. كنختزلو بار، وتبقى لنا هي جوج على ثلاثة فوا عشرة على عشرة في عشرة وسط ناقص جوج. وبالتالي تيتا دو بوان هي جوج على ثلاثة في واحد على عشرة أس ناقص جوج، وجوج على ثلاثة هي صفر فاصلة 666، وواحد على عشرة أس ناقص جوج هي 100. دونك هادشي هو 66.6 راديون بار سكوند كاري. إذا الجواب الصحيح هنا هو سي. السؤال 20، تدخل الشحنة سالبة كي بسرعة بدئية في زيرو منطقة يسود فيها مجال كهربائي منتظم او، حركة هذه الشحنة داخل هذا المجال تكون إذا إما دائرية ولا دائرية منتظمة ولا مستقيمة منتظمة ولا حركة مستقيمة متغيرة منتظمة ولا حركة شلجمية. إذا هنايا كما كتشوفوا عندنا المنحى ديال أو هو نفسه، أو الاتجاه ديال أو هو نفسه الاتجاه ديال في زيرو. وبالتالي هنا بما أن المجال الكروساكن موازين للسرعة، فإن الحركة هنا غادي تكون مستقيمية منتظمة، وبالتالي الجواب الصحيح هنايا هو سي. سؤال 21، نشحن مكتفين متشابهين لهما نفس السعة سي مركبين على التوالي تحت توتر U. الطاقة المخزنة من طرف كل مكتف تساوي إما ربع الطاقة التي سيختزنها مكتف دو سي سي لو كان لوحده وتم شحنه تحت نفس توتر U، أو لا نصف الطاقة، أو لا التومون ديالها، أو لا نفس الطاقة يعني كلها، أو ستكون هذه الطاقة منعدمة. دونك عندنا بالنسبة للتركيب على التوالي، عندنا مكتفين عندهم نفس السعه، وبالتالي التوتر بين مربطي هاد المكتفين توتر اي واحد فهو النصف ديال التوتر الكلي، وكذلك توتر اي جوج فهو النصف ديال التوتر الكلي. بالنسبه للمكتف دو سي سي بوحدو نطبقوا عليه توتر اي، ف الطاقه الكهربائيه المخزنه فيه فهي واحد على جوج سي اي او كاري. بالنسبة للمكتف واحد من الجوج فعندنا قيمة ديال الطاقة هي واحد على جوج U سي U واحد أو كاري. غادي نعوضو U واحد ب U على جوج، دونك اللي هي U على جوج أو كاري، وبالتالي هادي هي U أو كاري على أربعة. دونك هادشي كلشي واحد على جوج سي U أو كاري على أربعة، وهاد واحد على جوج سي U أو كاري هي E ديال المكتف بوحدو فاش كنطبقو عليه التوتر لوحده، وبالتالي هي E على أربعة. وبالتالي فالجواب الصحيح هنايا هو A، بمعنى ان هذا المكتف هو يختزن ربع الطاقه اللي كيختزنها هذا المكتف دو سي اس سي ملي كنطبقوا عليه التوتر او لوحده. الجواب الصحيح هنا هو ا. سؤال 22، تتكون دارة كهربائية من وشاع معامل الحرارية ال مكتف سعته سي وموصل امي مقاومته ام مركبة على التوالي. نزود الدارة بتوتر متناوب جي بي في قيمته الفعالة في او بواسطة فولت متر نقيس القيم فعالة التوترات بين مربطي ثنائية القطب المكونة للدارة غير سي، فنحصل على القيم التالية. عندنا في سي كتساوي 3 فولت، في ال كتساوي 9 فولت، وفي ار كتساوي 8 فولت. مطلوب هنايا هو القيمة ديال التوتر الفعال. دونك في الدارة غير سي فقيمة ديال التوتر الفعال عندها التعبير هذا في هي جد مربع ديال في ار او كاري زائد في ال ناقص في سي الكل اس 2. دونك عندنا هي 8 او كاري زائد 9 ناقص 3 الكل اس 2 اللي هي جد مربع ديال 64 زائد 6 او كاري اللي هي 36. دونك هادشي كيعطينا جد مربع 100 اللي هي 10 فولت. وبالتالي الجواب الصحيح هنايا هو بي. إذن سؤال 23، لتكون الدارة التالية
نغلق قطع التيار ك بوضعه في الموضع 1 لشحن المكتف دو سي اس سي بواسطة توتر او كساوي 10 فولت في لحظة تي كساوي 0 نغلق قطع التيار ك بوضعه في الموضع 2. ده المطلوب هنا هو تحديد قيمة ديال الطاقة المغناطيسية المخزنة في الأشعة عند اللحظة تي كساوي تي 0 على 6 حيث تي 0 هو الدور الخاص. ده احنا كنعرفو بأن التعبير ديال او ال هو 1 على 2 ال اي او كاري، كنعرفو كذلك بأن اي هي سي دي يو سي سيغ دي تي، والتعبير ديال يو سي بالنسبة للدارة ال سي المثالية هو او كوسينوس دو بي على تي 0 فوا تي، مع العلم بأن تي 0 هي دو بي جذر مربع ال سي، وبالتالي دو بي على تي 0 هي 1 على جذر مربع ال سي. إذا عندنا إلا درنا الاشتقاق ديال يو سي وضربناه في سي بدأتنا اي دو تي كساوي ناقص سي فوا او فوا دو بي على تي 0 سينوس دو بي على تي 0 فوا تي. إذا كلينا نعوض دو بي على تي 0 بواحد على جذر مربع ال سي غادي نلقاو هي ناقص سي فوا او على جذر مربع ال سي فوا سينوس دو بي على تي 0 فوا تي. إذا غادي نعوض تي بتي 0 على 6 غادي تعطينا دونك هنايا عندنا سي هي 10 ميكرو فاراد يعني 10 في 10 ناقص 6، او هي 10 فولت على جذر مربع دونك ال هي 4 ميلي اونغي يعني 4 في 10 ناقص 3 في سي اللي هي 10 في 10 ناقص 6 سينوس دو بي على تي 0 فوا تي على تي 0. دونك هنايا غادي غتبقى لينا هنايا 10 اس ناقص 5 في 10 هي 10 اس ناقص 4 هي هادي، وعندي هنايا 10 أس ناقص 5 في 10 أس ناقص 3 هي 10 أس ناقص 8 في 4. وسينوس هنا غنختزلو بي بتي 0 ونختزلو بجوج وتبقى لنا هي بي على 3. حنا كنعرفو بأن سينوس بي على 3 هو جذر مربع 3 على جوج، وتبقى لنا جذر مربع 4 في 10 أس ناقص 8 هي جوج في 10 أس ناقص 4، غنختزلو ب 10 أس ناقص 7 ويبقى لنا شي هو ناقص جذر مربع 3 على 4 أمبير. غادي نعوضو في الطاقة او ال، دونك او ال في اللحظة تي زيرو على 6 دونك هي 1 على 2 في ال اللي هي 4 في 10 اس ناقص 3، و 3 على جذر مربع 3 على 4 هي 3 على 16. دونك هادشي غادي نختزلو بجوج و دونك بتبقى لنا 2، وهنايا بنختزلو بجوج بتبقى لنا 8 دونك هي 3 8 على 8 في 10 اس ناقص 3. وعندنا كنعرفو بأن دونك يمكن نفكو هاد الحساب هي 3 على 4 هي 0.75 مقسومة على 2، و 75 على 2 هي 37.5 دونك يعني هادشي هو 0.375 ملي جول، يعني أن الجواب الصحيح هنايا هو أ. دونك تابع للتمرين 23 ده حساب ديال الدور الخاص. تنعرفو بأن الدور الخاص قلنا هو دو بي جذر مربع ال سي دونك دو بي دونك هي جوج 3.14 جذر مربع ال سي، دونك جذر مربع ديال جوج ديال 4 في 10 ناقص 8 هو جوج في 10 اس ناقص 4، دونك 6.28 جوج في 10 اس ناقص 4، جوج في 6.28 هي 12.56 10 اس ناقص 4 اللي هي 1.25 تقريبا في 10 اس ناقص 6 اللي هي 1.25 ملي اونغي، يعني الجواب الصحيح هو بي. سؤال 25 نقول إن حركة مستقيمة متباطئة دونك هنا عندما تكون السرعة والتسارع لهما اتجاهان متعاكسان يعني الزاوية بيناتهم هي بي، يعني أنا الجواب صحيح هنا هو دي. نواص بسيط يتكون من كرة صغيرة كتلته ام معلقة بطرف خيط غير قابل للامتداد كتلته مهملة وطوله ال. دونك يوجد هذا النواص تذبذبات حرة وسرعة ضعيف، إذن عندنا الدور الخاص هو تي زيرو كيساوي جوج ديال الثواني، و جي هي 10 متر في سكوند كاري. إذن هنا مطلوب هنا هو حساب طول الخيط. حنا كنعرفو بأن التعبير ديال تي زيرو هو دو بي جذر مربع ال على جي، دونك ال هي تي زيرو على دو بي فوا جي، تي زيرو هي جوج على دو بي، دونك كتختزلو بجوج وتبقى لنا واحد على بي كاري في 10. واحد على بي كاري تقريبا هي 10، بالنسبة لبي كاري هي تقريبا 10 دونك هي واحد على 10 في 10 دونك هادشي تقريبا واحد متر اللي هي 100 سنتيمتر تقريبا، القيمة اللي قريبة ل 100 سنتيمتر هي 101 سنتيمتر، دونك الجواب الصحيح هنا هو بي. سؤال 27 عندنا عنصر مشع يحتوي على ان زيرو اللي هي 96 10 اس 20 نويدة في لحظة تكسر صفر، ليكون تي هو عمر نصف، وبالتالي في اللحظة تي كساوي 4 تي كم يساوي ان؟
عندنا قانون التناقص الإشعاعي، عندنا ان دو تي هي ان زيرو اكسبونسيال ناقص لامدا تي مع لامدا هي ال ان دو دو على تي ان دومي، عندنا تي ان دومي هي تي كبيرة. دونك هنا غادي نعوضو عند اللحظة تي كتساوي 4 تي كبيرة، دونك هي ان زيرو اكسبونسيال ناقص لامدا ناقص ال ان دو دو في 4 تي على تي، هتولي عندنا هي اكسبونسيال ناقص ال ان ديال ناقص 4 ال ان دو دو، وعندنا هي 4 ال ان ديال 1 على 2 اللي هي ln ديال 1 على 2 اس 4. دونك تطبيق العلاقه ديال اللوغاريتم مع الاكسبونونسيال، بوت ln ديال اكسبونونسيال ديال ln دو اكس هي اكس، و اكس هنايا هي 1 اس جوج، هي 1 على 2 اس 4، وبالتالي ان 4 تي هي ان 0 على 2 اس 4، و 2 اس 4 هي 16، 96 يمكن نكتبها هي 6 في 16، دونك بتختزل لنا 16 بتبقى لنا هي 6 في 10 اس 20 اللي هي او. الجواب الصحيح هنا هو او. سؤال 28، نقذف دونك نطلق قذيفة كتلتها ام من النقطة او بسرعة بدئية بزيرو تكون زاوية 4 مع الخط الأفقي نمي الاحتكاكات الهواء. إذا الجواب الصحيح هنا هو المدى الأقصى للرمية يحصل عليه بزاوية ألفا كتساوي 45 درجة، يعني من كتكون ألفا كتساوي بي على 4 فكيكون عندنا أقصى مدى للرمية. الجواب الصحيح هو بي. السؤال 29، عفوا وي، السؤال 26، لتكون مجموعة مكونة من عارضة ال طولها ال وكتلتها ام وكرة شعاعها ار كيساوي ال على 4 وكتلتها ام بريم كتساوي 2 ام، اذا كان جي هو مركز قطر المجموعة العارضة فان او جي يساوي. اذا نورمالمون بالنسبة للعلاقة المرجحية عندنا دائما الكتلة ديال الجسم الاول في المسافة ما بين او ومركز قصور ديال الجسم الاول زائد الكتلة ديال الجسم الثاني في المسافة ما بين او ومركز قصور ديال الجسم الثاني. اذا عندنا جي واحد هنا بالنسبة للعريضة هو ال على جوج، و جي اثنان هو ها المسافة او ال زائد الشعاع، مسافة او ال يعني من هنا لهنا هي ال، ومن هنا يعني الشعاع عندنا هو ال على 4، وبالتالي او جي واحد هي ال على جوج، او جي جوج هي ال زائد ال على 4 اللي هي 5 ال على 4، وبالتالي غادي نعوضو بطاطنا هي ام فوا ال على جوج زائد دوز ام فوا 5 على 4 ال على ام زائد دوز ام، دونك نختزلو ب ام بتبقى لنا هي ال على جوج زائد جوج في 5 على 4 ال على 3. غادي نختزلو هادشي بتعطينا ال على جوج زائد 5 ال على جوج هي 6 على جوج اللي هي 3 ال على 3 اللي هي ال، وبالتالي او جينا هي ال. الجواب الصحيح هنا هو دي. سؤال 30، معامل انكسار ان لوسط شفاف بالنسبة لضوء احاد اللون هو، دونك بالنسبة لان هي سي على في، دونك الجواب الصحيح هنا هو دي. ثم السؤال 31، يتحرك جسم بسرعة ثابتة في كتساوي 20 متر بار سكون على منحنى دائري ار كتساوي 10 متر، دونك التسارع هنايا ان دائما هي في كاري على ار، وبالتالي هي 20 او كاري على 10 اللي هي 400 على 10 اللي هي 40 متر بار سكون او كاري. الجواب الصحيح هنايا هو سي. ثم اخيرا، موجة ضوئية طولها في الفراغ هو لامدا زيرو، دونك في وسط شفاف مع انكسار ان، دونك يصبح طول هذه الموجة هو لامدا زيرو على ان، لحقاش ان هي لامدا زيرو سيغ لامدا، وبالتالي لامدا هي لامدا زيرو على ان. الجواب الصحيح هو او. دونك بهذا غادي نكونو سالينا التصحيح ديال الجزء الاول مادة الفيزياء لمباراة كلية الطب والصيدلة بفاس سنة 2016. تنتمنى تكونوا استفدتوا، وبالتوفيق معكم.